نتيجة تمنح الترجي أفضلية نسبية قبل موقعات الإياب. عملاقا شمال إفريقيا وجها لوجه في نهائي قبل الأوان لأمجد البطولات الإفريقية. الأهلي فريق القرن بالقارة السمراء يلاقي الترجي العنيد، أحد السواعد الكبرى في دوري الأبطال. لمن سيبتسم يا ترى الامتحان الأول هناك بالإسكندرية؟ الأهلي المنتشي بفوزه على شيخ الأندية التونسية في المواجهات الثلاث الأخيرة، أم الترجي الذي لم يتلقى بعد الهزيمة في هذه النسخة؟ المغربي وليد أزارو أراد مبكرا توجيه الشكر لمدربه على مشاركته الرسمية، فمنح تمريرة كادت تتسبب في الهدف الأول. القادم من الدوري المغربي اختار حلا آخر باستدراج مدافع الترجي على ارتكاب المحظور، فكان له ما أراد باصطياد ركلة جزاء. عبد الله السعيد ترجمها إلى هدف مفتتحا عداد الأهداف. أزارو رفض زيارة الشباك هنا بضربة رأسية تمنى المخضرم عماد متعب لو أتيحت أمامه. ضريبة الفرص الضائعة لم يتأخر الأهلي في سدادها بتلقي هدف التعادل، والموقع طه ياسين الخميسي. أزارو ظهر مجددا لكنه أهدر الفرصة مثيرا حفيظة مدربه. مصائب الأهلي لم تتوقف عند تضييع الفرص السهلة بل طالت الحارس أيضا. شريف إكرامي ارتكب خطأ بدائيا كلف فريقه التأخر في النتيجة. الموقف تطلب تصحيح الأوضاع، فكان لأزارو أن عوض كرته الضائعة بتوقيع هدف التعادل. الضربات الحرة كانت مرادفا للخطورة. علي معلول أربك هنا الحارس معز بن شريفية. إكرامي كان كريما مع مهاجمي الترجي وكاد يمنحهم هدف الفوز. قمة الإسكندرية تنتهي على وقع تعادل إيجابي يرجح نسبيا كفة الترجي في انتظار موقعة رادس. وعاد اتحاد